فير بلاي موعد الرياضة على إكسبريس إف إم. رجعنا لكم من جديد في فير بلاي، نحكيو على مقابلات الجولة 11 للبطولة، المقابلات وبالتحديد مقابلة الديربي، خاصة المحلل الفني المنجي بن إبراهيم. سي المنجي أهلا بك. مرحبا بك خويا. تأثر على برشا ناس وسورتو عائلة المرحوم سي حمادي بارزيز الله يرحمه. الله يرحمه. لاعب سابق للمستقبل يعني بالمرسى، لعب في ليكيب ناسيونال ميليتير، تعازي فريمون الحمد لله اللي لقى عنده امراه اكسبسيونيل في الظروف الرحمه عائلته به. سي المنجي تابعت المقابله اكيد البارح نتاع الديربي كيما التوانسه؟ ما كانش باش تستنى في مباراه كبيره برشا، ونعرفوا الظروف نتاع النادي الافريقي اليوم، التونسي كي نقولوا كيما تبداش في الاكسيون عندها رياكسيون بار لانترميديير نتاع ليزانديفيدواليتي، وهذا اللي صار في الهدف في الدقيقه 75 جكروا، خلات اللي لكن كيفاش خالد السويسي النادي الافريقي تخلى عليه يوم الكفاءات هذه ما عادش حشتنا بها في النادي الافريقي الله اعلم. اليوم رجع خالد السويسي وكان مع خونا رجل الكارتة الحمراء نتاع العبيدي، ما اللعب نتاع النادي الافريقي لان اللعب تيولير دونك موجودين. علاش عمل النادي الافريقي؟ عمل لهم بلوك با رونفورس بالطريقه اللي قلقت برشا الترجي الرياضي التونسي، اللي هي الطريقه نحكيو على مقابلات الجوله 11 للبطوله بالتحديد مقابل ديربي العاصمه، فوز الترجي الرياضي التونسي على النادي الافريقي 1 بيت عادل مع جيسكا دون اهداف، اتحاد بن قردان فاز على الاولمبي البيجي 1 بلاش، المتلوي انهزم ضد مستقبل الرجيش 3 بلاش 1، الاسبيرونس فاز على كلوب 1 بلاش كما كان يحكي. المباراه هذه بالكدا بالكدا لان قلت لك عمل لهم بلوك بار وفرسي، عمل لهم ميليو دو تيران اللي كان معناها نتاعهم كان صحيحه، لان كوليبالي يكثر من اللعب لاتيرال، وماك تعرف انت كي تكثر ياسر من لعب لاتيرال تخلي النادي الافريقي ما عندوش لي زانديفيديواليتي اللي عندها الترجي الرياضي التونسي اليوم باش ينجم يحاول. اي اما سي المنجي، سي المنجي الكلوب ما لعبتش معناتها كما نقول من اجل الفوز، وهذا اللي يطلب وكيل الحباء ولا تسالهم انت على بعض ساعات ناخذ انا شخصيا ناخذ درس منهم. نقول لك علاش هما يعرفوا الليميت بتاع النادي اليوم، ما تنجمش اليوم بالفريق هذا وملاعبيه النادي الافريقي ما عندهاش عامين ثلاثه، اليوم يلقاو روحهم فرد ميدان هما الملاعبيه هذوما، راهو لا بريسيون الي تري ديفيسيل، ونحمد ربي احنا اليوم انا نقول حتى لاعب، لان من المستحيلات السبعه تستغل الملاعبيه هذوما، وجي لامبريسيون اللي الجوالات هذوما او ايتي امبوزي على لطفي الروسي باش يرجعوا، لان لطفي يفهم كره وملاعبي اكسبسيونيل اون جرون جوار، وخالد السويسي كيف كيف، المباراه هذه نتاع الترجي الرياضي التونسي يبني على هزيمه سي المنجي، ماهوش ديربي كيما ديربي العاده، يبني على هزيمه سي المنجي. نعم يبني على هزيمه الله غالب، فو نافي با لو شوا وقت لي توسي ولا النادي الافريقي كيف كيف. حسيناش اللي النادي الافريقي تلعب بعشره، اللي ان النادي الافريقي لا بريوريتي نتاعها هي ما تقبلش هدف، ونجحت في العمليه نتاع الترجي التونسي، عرف كيفاش يتعامل مع الهدف هذايا. لكن اي اليوم جوالات الترجي عرفتش علاش تعداو في 75 دقيقه في معنى المرقول، هي هذه فرصه باش الترجي الرياضي التونسي. انا جيتي كونتر رغم معين والكلام اللي نجم يقولوا الديسكور اللي يعديه، راهو الملاعب ان فوا دخل التيران راهو ما الي دون ان اوتر موند، والجماهير ما كانش طالع على النادي الافريقي نجم يفوز الترجي الرياضي التونسي، لان النادي الافريقي ما عندوش لي زاتو نيسيسير باش ينجم يسجل هدف، وشفنا البارح نحكي على بقية المقابلات. سي المنجي النجم الساحلي فوز صعيب يخطفوا في اخر اللحظات على الملعب التونسي 1 بلاش. بربي خويا اسلام راهو ثم ناس، سامحني باش نرجع جوست 10 سكوند، ثم ناس يعملوا في الشعبويه، كي تشوفهم في الاوف كيفاش يحكي لك على مباراه، وتشوفوا في الديريكت كيفاش يحكي على المباراه، خاطر يخمم على الانتيري نتاعو هو بتاتر ان جور ولوتر تون استغلوا الفرصه باش نحطوه في الاطار الفني نتاع
تالو سال ليكيب الرياضي الساحلي اليوم. باش نبداو بالنجم الرياضي الساحلي، وريك النجم الرياضي الساحلي اليوم لسعد الدريدي عنده عمل كبير برشا، وهذا يلزم الصبر عليه سورتو لا ديرنيير فيكتوار. هذاك علاش احنا حسينا فما روح في ليتوال ظهر لي جايه. نقول لك الفريق ديما يشبه للمدرب نتاعو، لان اليوم لسعد الدريدي عنده ان كومونيكاسيون اكسبسيونيل. انت شوف صارت لقطه مع وجدي كشريده فاسيل أبرين فيكتوار وخذاه ومعناه والحمد لله ربي. لا نحبه لا نكره، كشريدة ثقيل في سوسة ومخه أيار، لأنه يمثل الملاعبية في تونس اليوم. شوف المباريات اللي قاعد يعدي فيها توا، لأن مخه ماهوش ربي. نحب نحكي على الملعب التونسي، برمو عدى مباراة اكسبسيونيل اللي كان حاجة أخرى، معناها يوريك اللي الملعب التونسي حضر مبارته. لكن أنت كملعب التونسي ما تنجمش تفوز، إلى فوز يزمك تعرف كيفاش تعمل تعادل. هذا اللي خلى ولاحظنا ملاعبي اللي كان فريمون اكسبسيونيل ما نعرفش علاش خرج. ممكن هو طلب باش يخرج لان بتاتر فيزيكمون ما كانش في المستوى. تبارك الله فما ملاعبي فيزيكمون عنده برشا اللاعب الليبي هذاك حمل عليه الجمل، خلات اللي النتيجه كانت اوتر. لكن النجم الرياضي الساحلي يلزمو يبني.